منور كده في الاسماعيليه ومنور كل المباريات اللي بتاخدها. طبعا مبروك طبعا عواد، انما انا شايف ان هو الوحيد بقاله سنتين هو المستقر في الدوري المصري كله. يعني هو من سنتين بيلعب اساسي، طبعا ربنا يوفقه ويبعد عنه الاصابات طبعا. بحيي طبعا مدربه الكابتن زعفان طبعا صديقي العزيز يعني، انما انا شايف في كل اللي انت حضرتك قلتيهم دولت هو عواد الوحيد اللي لعب كل المباريات في الدوري العام، كل الفرق دي كلها اتغيرت ما عدا طبعا اللي هم طالعين من الدوري بالدرجه الثانيه. نعم. شايف انا كمان الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي ماشي كويس جدا. ماشي كويس جدا جدا. وانا طبعا كنت بمرنه في النادي الاهلي وهو احمد عادل. شايف برضو ابو جبل، شايف حضرتك قلت عواد وشناوي، شايف لو محمد عواد راح الزمالك كان فيها انباء كده وهو والشناوي يبقوا مع بعض، ده في مصلحتهم ولا ضدهم؟ لا مش في مصلحتهم، مش في مصلحتهم لا خالص، لان الاثنين جوان كويسه ولازم يلعبوا. يعني انا شايف ما دام جول كويس ماشي في فرقته كويس خلاص خليه في فرقته. يعني عواد انا شايف ان اصل نادي الاسماعيلي نادي كبير، صحيح، يعني نادي ما لا يقل عن النادي الاهلي ولا الزمالك. فيفضل في مكانه نجم هو في فرقته وماشي كويس جدا. انا شايف ان هو لازم يستقر في فرقته بصراحه يعني، انما ما يروحش الزمالك خلاص. فيها الشناوي، في النادي الاهلي في الشناوي احمد عادل كويسين جدا، والشناوي ماشي الماتشات اللي لعبها كان كويس جدا جدا، وانا شايف ان هو من لو خد كتير هيبقى من احسن حراس مرمى موجوده في مصر. طبعا الشناوي الزمالك انا بحبه جدا ومن الاجوان الكويسه جدا، انا بحبه عشان هو جول كويس. جات فتره عليه برضو اخر الموسم اللي فات ان كان فيه مشكله ومش عارف ايه، انما دلوقتي ابتدى يخش وابتدى يبقى كويس، وانا شايف لو هو استمر على كده يبقى ليه من الاقدر لتمثيل مصر في كاس العالم من الثلاثي مع عصام الحضري. طبعا انا يعني اللي انا شايفه لغايه النهارده وانا قاعد مع حضرتك دلوقتي هو عواد والشناوي. عواد والشناوي الحضري والحضري. طبعا الحضري لوحده. طبعا الحضري والشناوي عواد ده انا شايف. ويخش من جاي من شويه الشناوي جوه النادي الاهلي. وشريف اكرام، وشريف اكرامي طبعا. انا بقول بس شريف اكرامي لازم يلعب. لازم في شهر واحد لغايه شهر اربعه او خمسه جاي يكون بيلعب. ده مهم جدا الشريف، وانا بقولها له. كم حارس المفروض ياخد؟ اثنين ولا ثلاثه؟ ثلاثه لازم يروح. لازم ثلاثه يروح. ومش مشكله لما اكون عندي اربعه خمسه حراس مرمى كويسين في الدوري المصري، انا كمدرب منتخب مصر انا هكون مرتاح، انا هكون شايف ان القاعده عندي كبيره، وانا مش هكون اقول اخد ده طب ما اخدش ده، لا الخمسه كويسين او الاربعه كويسين انقي منهم ثلاثه انا هكون مبسوط. وطبعا اتمنى ان هم التوفيق للحراس مرمى كلها. في طبعا ابو جبل برده ماشي كويس بقاله برده سنه او سنه مع سموحه. مع سموحه ماشي كويس جدا. واتمنى له طبعا التوفيق. وبرده ابو جبل كابتن انا بمرنه في انبي، وانا اللي لعبته في الدوري الممتاز، يعني انا اول واحد لعبته في الدوري الممتاز، وهو من الاجوان كويسه جدا، وبرده عايز تركيز يركز كويس قوي قوي قوي، لان ابو جبل من النوعيات اللي هي قويه جول كويس فنياته عاليه، لازم يركز كويس قوي زيه زي علي لطفي. علي لطفي برده من الاجوان كويسه جدا والتكنيك بتاعه هايل جدا. برضو لازم التركيز يكون عالي. لطفي في انبي طبعا من ده فتره انبي. عالي عالي كويس جدا برضو من الحراس المرمى الجيدين برضو في الدوري المصري. عبد المنصف بيلعب دور مع وادي دجله في الفتره الاخيره تمام. خاصه بعد تولي طارق العشري المهمه، وضح لمساته، ما اعرفش ايه علاقته بعبد المنصف بس ما اعرفش بس واضح يعني ان هو يعني هو مش مدرب حراس المرمى الخاص بعبد المنصف، لكن فرق يعني في روح في راحه نفسية. هو اللاعب برضه عايز مدرب يرتاح معاه نفسيا. ممكن انا اكون بلعب والمدرب اللي قاعد بره ما بيحبنيش مثلا، بلعب غصب عنه يعني. فانا هبقى اكون متضايق، انا هكون مش قادر ادي، مش قادر العب. انما انا شايف ان ممكن يكون عبد المنصف علاقته بالكابتن طارق كويسه، شايف ان هو مديله راحه نفسيه كويس، عشان كده بيلعب باريحيه كويسه يعني. تمام. حارس طنطا اسلام طارق. اسلام طارق كان فيه برضو عليه كلام في الفترة الأخيرة، البعض كان بيقول إن في بعض الأندية الكبرى تفاوضه، لكن طنطا متمسك بيه طبعا، طنطا عايز يعني ينافس في جدول المسابقة. كيف ترى مستوى اسلام في الدوري؟ اسلام الماتش الأخير بتاع 6-3 دوت طبعا هو السبب فيه. مش هو السبب في الهزيمة، أنا ما بتكلمش على الهزيمة، أنا ماليش دعوة بالهزيمة خالص. أنا بتكلم هو السبب فيه ليه؟ الشوشرة اللي حصلت حواليه. وهو عاوز يمشي وعاوز يروح الاهلي، والاهلي بيكلمه او ده بيكلمه او انبي بيكلمه او الحاجات دي كلها، ده كلام كله كلام لازم انا ابعده خالص عني
لو انزل مباراه. آه. دي الخبره بقى يا كابتن اثرت على اللعب. اه بالظبط كده. آه. يعني انا شايف ان اسلام اسلام جول كويس انا عارفه لما كان بيلعب في النصر. وجول كويس قوي انما دي المباراه طبعا مع النصر وطنطا والاهداف الكثيره اللي اللي هو فيه ده هو السبب فيه دلوقتي بعد الست اهداف اللي دخلت فيه ده اللي دخلت فيه ممكن ما حدش يكلمه تاني. ليه؟ لان هو شوشر نفسه على ان الاهلي عاوزه ان عن انبي عاوزه انا مش عارف الجيش عايز. طب يعمل ايه يا كابتن انت لو مكانك انا ده بيكلمني وده بيكلمني وده بيكلمني ما كلمش حد انا ما كلمش هم بيكلموني وانا اللي بكلمهم كويس هم كلموا النادي عايز طبعا غصب عني نفسيا حتى كلاعب طموحي عايز ارتقي تمام كلام حضرتك مظبوط جدا بس الكلام ده يكون في اطار وانا خارج وانا في بره الملعب يعني خلاص وانسى انا دخلت الملعب ما ينفعش ان انا افكر في اي حاجه خالص ليه طول ما انا في الملعب وانا في الملعب طول ما انا كويس الناس كتير جدا هيتكلموا عليا اكتر اللي حضرتك بتقوله ده عايز معالجه نفسيه قويه جدا ده السايكولوجي طيب انا كلاعب احنا مش مهيئين لده خلينا واقعيين بقى واقعيين مع بعض يعني صح. مش هنلوم على اللاعب احنا قلنا ايه في اول الكلام بالظبط في حاجات كتير في حاجات كتير جدا صح المعالجه النفسيه دي يعني لاعب كويس جدا وهايل وكل بيتكلم عليه هو غصب عنه مش عارف يخرج نفسه من الدايره دي لازم يكون في معالجه نفسيه المعالجه النفسيه دي انا كلاعب ما اتربيتش عليها مش عارفها مش قادر ان انا ادير ده لازم يكون في حد خارجي بالظبط يبقى هو لازم يشوف واحد يثق فيه والده اخ كبير صديق يعني بيثق فيه لازم حد يتكلم معاه ما ينفعش يعني انت بعد المباراه دي يعني الاهلي كان عاوزه مثلا اللي انا سامعه يعني هيفكر فيه لا يمكن هيفكر فيه الناديين قبل الناديين بعد كده اللي هم هل الاهداف دي كلها هو اللي بيتحملها اسلام بص حضرتك سيبك شفت المباراه انا شفت المباراه في اهداف كتير جدا مش منه انما اما النادي الاهلي يسمع سته طب يعني ايه سته ما هو برضه لازم الناس تفكر برضه اسلام ما عندوش الارضيه زي عصام الحضري او الناس الكبيره اللي بتلعب انه حد يلتمس له العذر يعني الحضري ممكن يلتمس له العذر حتى لو عمل ايه انما واحد زي اسلام جول كويس وواعد وكل حاجه انما هو لازم يخرج نفسه الموضوع السيكولوجي ده مهم جدا بالنسبه للاعب ان هو لازم يفصل نفسه بره الملعب عن جوه الملعب ان انا اخش الملعب لازم اكون كويس الحاجه الوحيده اللي انا افكر فيها وانا جوه الملعب ان انا اكون كويس ماليش دعوه بقى مين ده ومين ده وصاحبي واخويا وامي وابويا الكلام ده كله ارميه ورا ظهري ما دام في انا ده جوه الملعب جوه المستطيل الاخضر ده افكر في الكوره بس في الملعب بس ان انا لازم اكون كويس النادي الاهلي بيتكلم عليا او نادي الزمالك بيتكلم عليا او انبي بيتكلم عليا لازم يعرفوا ان انا كويس انما انا شوشرت على نفسي دلوقتي انا شوشرت على نفسي وانا بقول لحضرتك اول الكلام لما جبنا اسم اسلام قلنا ان اسلام ده هو السبب في اللي هو عمل ده مش الاهداف انا بتكلم عليه هو خرج بره نفسه الدايره خالص ليه لانه قعد شوشر نفسه وزي ما حضرتك قلتي دي عايزه معالجه وعايزه تربيه وعايزه من الصغر نعمل الكلام ده يعني من الصغر لازم نعمل الكلام ده يعني طالع عارف ايه اللي هيحصل طبعا يعني في اوروبا مثلا او لعيب في ريال مدريد مثلا ناشئ صغير هيطلعوه الدرجه الاولى ما بيقولوش تعالى يا حبيبي العب على طول لا ده بياخدوه انت عارف انت رايح فين هتلعب مع مين انت كم مليون بيتفرج عليك وبيديله معالجه سيكولوجيه رهيبه طبعا لازم المعالجه النفسيه دي مهمه جدا للاعب ما ينفعش ان انا اجيب اي واحد كده اقول له تعالى العب جنب رونالدو مثلا ولا ميسي ليه احنا مفتقدينها لان مفيش وعي يعني احنا هنا برضو مفيش وعي فين الاحتراف وفين الانديه الكبرى ما هو بص حضرتك اي واحد انا مثلا اتعلمت بره مثلا اللي انا باجي هنا مصر زي اي حد مع احترامي للجميع بس في حاجه طب احنا طب ايه فايده ان انا بدرس بره ان المدارك الحسيه بتاعت المخ بتتفتح اكتر طبعا. بتاخد خبره اكتر السفر ليه فوائد اكتر طبعا. كل ده لازم انت تعمله انما هنا الانديه ما بتعملش حاجه يعني انا لما رحت اشتغل في اي حته انا زي اي حد ما ينفعش اللي بيجبرني الناس ان انا اكون كويس هو شغلي بس انما ما تيجي تسالني اللعيبه بيعملوا ايه بره زي ما حضرتك سالتيني في الاول كده ايه الفرق بيننا وبين المانيا او الفرق بيننا وبين اوروبا والله ما في اي حاجه بس هي حاجات بسيطه وروتوس صغيره جدا تتعمل صح انما هنا في لعيبه مع احترامي ابهاتهم وامهاتهم ما لهمش علاقه بالكوره خالص فبيسمعوا كلام ابهاتهم وامهاتهم ما ينفعش انت تسمع كلام باباك ومامتك بس في النوم تاكل كويس تشرب كويس تذاكر كويس انما حته الملعب دي لازم المدرب والمدرب اولا لازم واخيرا لازم يكون عنده الوعي ده
مهم هو جدا. هو يقوم بدور الاسره كمان طبعا. هو برده مش وظيفه المدرب، خلينا واقعيين، دي لازم يكون في اخصائي نفسي مع الفرق مزبوط. الكبرى مزبوط. يعني برده المدرب مش هنحمله اكتر من الاعباء اللي هو عليه وعليه اعباء كتيره جدا، لكن لازم يكون في اخصائي نفسي، وده دايما اللي احنا بالنادي بيه في حتى الفرق الكبرى. يعني فين الاهلي وفين الزمالك وفين الاسماعيلي، فين الفرق؟ بلاش الفرق اللي بتعاني ماديا، هنقول احنا هنضيف بند جديد، مع ان هو بند والله لو كان موجود هيفرق، هيقلل من البنود الثانيه مش هيزود منها. والله الدكتور نفسي لو جه للنادي بيديهم محاضرات والله يعني مش هياخد فلوس ولا اي حاجه خالص، ده بالعكس ده هيبقى حابب الحته دي. يعني مثلا زي النهارده في مباراه بتاعت الاسيوطي مثلا، تمام، الاسيوطي والزمالك، الناس جهله بالقانون، يعني سوري في اللفظ، اللعيبه جهله بالقانون، حارس المرمى اداها الخطا. خلينا في الخطا، سيف فكرتنا، يا ريت لو ايهاب جاب لنا الخطا اللي حصل النهارده ما بين حارس مرمى الاسيوطي وكان مش عارف زميل لي اوكا. تمام، كان في فعلا خطا، ده اول مره نشوفها، ده جهل بالقانون. ليه؟ لان انت حضرتك اول حاجه بتجي لك تغييرات في قانون كره القدم مع الحكام. انا ما كنت مدرب، ما كانش حد بيقول لنا ايه اللي حصل في التغييرات، يقول لك في حصل تغيير في القانون. طب ايه هو؟ طب ما تجيب الحكام لكل نادي، يروح محاضر من الحكام يروح لكل نادي يقول لهم في كذا وكذا وكذا وكذا، ما بتعملش كذا وكذا وكذا وكذا. ده طبيعي جدا في اوروبا بيحصل كده، الاوروبيين، انما هنا في مصر ما حدش بيقول اي حاجه، احنا هنا ماشيين بالفهلاوه. يعني هو اللاعب ما يعرفش ان ده خطا، خطا ما يعرفش طبعا، ما يعرفش. خلينا نشرح الحاله دي بالتحديد كابتن ايهاب للساده المشاهدين معانا اللي ما تابعش المباراه. هي الحارس المرمى مسك الكوره، اداها الاوكا بره ال 18، كان لسه 0-0 بين الاسيوطي والزمالك. اوكا راح واخد الكوره وقعد ينطط بيها شويه، راح واخدها على فخده وعلى رجله وعلى فخده وراح مديها للجون براسه. ده جهل بالقانون، ده عدم وعي. بس حكم المباراه كان واعي صحي كابتن محمود طبعا، محمود يعني لازم نشيد بيه كابتن محمود في هذا اللقاء. طبعا من الحكام الكويسه جدا، وكان لعيب كوره ومحترم جدا، فلا مش هتروح عليه لان ده راجل دولي. يعني كابتن محمود ورفاقه طبعا، لان طبعا كان كله طبعا اللي شافه اكيد طبعا. محمود عاشور من الحكام الدوليه، ممكن يحكم في كاس عالم، يحكم في امم افريقيا، الحاجات دي ما تعديش عليه. وما ينفعش انت تبقى ده يعني اسمه استهزاء بالخصم. هو مش عارف زي ما حضرتك قلت، مش جهل ازاي بالقانون. هو بالظبط يعني حضرتك قلت نقطه هامه جدا، هو مش عارف. ازاي لاعب ما يعرفش ان ده خطا بالزبط. اصلا عشان كده الجون استغرب لما الحكم صفر الجون، استغرب انا عملت ايه واوكا برضو عمل ايه. لا هو ده جهل بالقانون، عشان كده بقول لحضرتك هي المنظومه كلها عاوزه يعني وعي كبير، وعي كتير. الفرجه بتجيب طبعا. انا بيحصل في حاجه يعني قليل جدا اللي بيخش على موقع الفيفا ولا حاجه ويشوف التغييرات ايه اللي بتحصل. انا بعملها عموما يعني، انما في كتير جدا ما بيعملوهاش. اللعيب ما عندوش وقت انه يخش على النت ولا بتاع، بيخش يقعد يتفسح في اي حته ويصرف في اي حته، ما فيش مشكله بالنسبه له. انما لازم انا عشان اكون لعيب لازم اعرف ايه اللي بيحصل في الملعب. يعني اللي عمله اوكا واللي عمله حارس المرمى بتاع الاسيوطي ده جهل بالقانون. وفي مش هم بس، انا يعني ما بقولش عليهم هم بس، انما في لعيبه كتير جدا وفي مدربين جدا جهل بالقانون. لازم كل ده الحكام في اتحاد الكوره، لازم كل الناس لما يكون في تغيير في 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 قانون في لعبه كره القدم للعيبه او للمدربين لازم اقولها. صحيح، اصل ما فيهاش مشكله ان انا اروح كل يوم نادي، اروح مثلا النهارده النادي الاهلي، اروح بكره نادي الزمالك، اروح بكره نادي الاسماعيلي، ما فيهاش مشكله خالص. بكل واحد مع يعني في اسماعيليه، منطقه اسماعيليه تروح، منطقه القاهره بتروح، منطقه الجيزه تروح، كل ده لازم الناس دي تفهم. بس هيفهموا بعد ما الخطا يحدث، يعني النهارده اعتقد بعد المشكلة. الواقعه يمكن معانا شريق. تمام، ايهاب جايبها لنا، زميلنا ايهاب المسلمي. هي حضرتك اتفضل. بصي حضرتك هو لازم تجمل الاول طبعا. هيجيبها هتهنى من الاول ايهاب، بس بعد اذنك. هو محمود عاشور طبعا انا بحييه طبعا انه من الحكام الكويسه جدا وعرف الخطا فين. بص حضرتك لا لازم يجيبها من الاول برضو، معلش ايهاب هتهنى من الاول. هتهنى من الاول خالص يعني هو لازم يجيبها من الاول لان هيجهزها لان الكوره يعني لازم الناس كلها تفهم، لازم تفهم ايه هو الـ وانا بلعب ما فيش حاجه اسمها جهل بالقانون. لازم اكون انا لعيب كوره لازم اعرف كل حاجه. صحيح، لازم اعرف اشمعنى انا بقى اما اجي اقف هنا اقول انا في الاوفسايد، اشمعنى عارف الاوفسايد بس. في حاجات كتير جدا جوه كره القدم لازم اعرفها. وفي تعديلات بتحصل، وفي تعديلات كل يوم بتحصل. صحيح، تعديلات فلازم انا اعملها. وفي الكاس العام الجاي ده هتشوفي حاجات كتير جدا هتتعدل، هتلاقي الاوروبيين عارفين احنا مش عارفين. لا مشكله دي. ما تقولش كده بقى نزعل قوي الحقيقه. لا بقول لحضرتك بجد في حاجات كتير جدا ممكن تحصل، انما لازم
كل احنا في مصر هنا واتحاد الكره لازم يشوف كل اي حاجه جديده نازله لازم يشوفها. يكون في دورات على طول للمدراء الفنيين اللي هم هيوصلوا المعلومه. انا مش هدي كل اللاعبيه دي، لكن المدير الفني لما يجي وياخد الدوره التدريبيه دي هيقدر ان هو يوصل ده للعيبه بتاعته، يبقى كده خلاص ضمننا طبيعي. لكل اللعيبه بس لازم يكون واخدها، لازم يكون بيحضر الدوره التدريبيه اهم حاجه. ما هو المهم يحضر، ما انت لو حضرت هتعرف كل حاجه. بس انت هيحضر برضو في الوقت الدايم، احنا بنقول حاجات دي برضو مشكلة. لازم طيب خلينا نشوف الصوره اللي معانا. اتفضل يا ايهاب، اتفضل كابتن ايهاب. بص حضرتك الكره اتلعبت دلوقتي، الاوكا هيقعد ينطط بالكوره، لما هتيجي الكوره لما تيجي الصوره عليه اهو بيجي عليه برضو، ما جاتش معلش مش مشكله. انما لو هتتعامل بطيئه هيعرفها. هنشوفها، هو خدها الجون ادهاله اهي، قعد ينطط بالكوره بعدين خدها على فخده بعد كده خدها على دماغه واداها للجون. بالظبط اهي واضحه اهي. قعد ينطط بعد كده راح مديها بدماغه للحارس المرمى. هي في اعاده ليها قريبه، قريبه جدا جايه وش اوكا يعني. هو مش فاهم، خلينا نتفق ان هو طبعًا. يعني هو الولد مش عارف ان ده، ولا هو عارف ولا الجون عارف بالظبط يعني، هو خطا غير مقصود. طبعا بس لازم اكون على علم ودرايه بالقانون، ده مهم جدا. ولازم انا يعني هو برضو بص هو استغرب يعني، هو مش عارف هو ايه اللي حصل يعني حارس المرمى. بص حتى محمود عاشور بيقول بص حضرتك اديها له، بصي اهي دي، ايوه بص قاعد ينطط كانه في تمرين بالظبط. وده لا وده ما يحصلش خالص في كره القدم كده، ما ينفعش. امتى بقى كده، امتى تحصل كده؟ لو انا مثلا حارس مرمى واديتها لزميلي جامده وفي هو مش قادر يوقف الكوره مثلا، صحيح، وراح لعبها لي رجعها لي بدماغه، دي ما تحصلش فيها حاجه خلاص بعدين، دي ما فيهاش حاجه. انما ان انا انطط الكوره وعلى ركبتي وعلى دماغي وعشان اديها لحارس المرمى، لا ده جهل بالقانون، ده ما ينفعش. فان شاء الله يكون في دورات وناس تفهم وناس تعرف، عشان ده مهم جدا بالنسبه للاعبين. نتمنى طبعا كل اللاعبين الموقف ده بالذات احنا بنعيده، علشان لو ما حدش كان عارف القصه دي ان هو يعرفها معانا. وده ده دورنا برده كاعلام ان احنا نلقي الضوء على هذه الاخطاء علشان تكون عبره لكل اللاعبين، لو حد شافنا او حد تابع الموضوع ده ممكن بعد كده ان شاء الله ما تتكررش. طيب هل في اي حارس مرمى حضرتك يعني انا ما اتكلمتش عنه بارز في الدوري حضرتك تحب تلقي الضوء عليه؟ انا ما اديتوش لا هم يعني الحراس مرمى كلهم كويسين يعني، شايف ان هم ماشيين مش وحشين بوجه عام، وجه عام كويسين معقول معقول. حراسة المرمى في الدوري المصري تسير في الاتجاه الصحيح مظبوط، بس هي موضوع نادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي الاسماعيلي الحراس يكونوا اعلى شويه. تمام، اعلى شويه بمعنى ايه؟ ان هم بيلعبوا في النادي الاهلي. نعم، بلعب في نادي الزمالك، بلعب في نادي الاسماعيلي. فانا شايف ان عواد ماشي كويس، الشناوي ماشي كويس، الشناوي الزمالك برضو ماشي كويس جدا. فانا شايف ان وبقيه الحراس، واقول برضو على اسلام طارق. نعم، لازم يا اسلام تركز كويس، سيبك من الكلام اللي بيحصل، والكلام اللي بيحصل ده ولو انت ليك نصيب هتروح اي حته هتروحها غصب عن اي حد. فانت ركز في فرقتك، ركز في شغلك، لانك انت حارس مرمى جيد، مش هتمشي قبل السيزون ده ما يخلص بالزبط. يعني اعتقد استاذ عريبي مش هيتنازل عن حد، وعايز يجيب عايز يدعم فريقه في الفتره القادمه. فنركز في الفتره دي بعد نهايه السيزون بقى ربنا يسهل، نحاول نفكر لان يعني وضعه وحش جدا، لان هم قبل الاخير يعني قبل الاخير مش كويس يعني الوضع مش كويس. وانا شايف ان هم كانوا مع خالد، مع كابتن خالد عيد، كانوا كانت فرقه كويسه جدا. انا ما اعرفش برده ايه السبب اللي خلى خالد عيد يمشي. وجهات نظر نتمنى اكيد التوفيق للجميع ان شاء الله. لكن خليني نقول ان كان ليا لقاء قبل حضرتك مع كابتن احمد سامي، وكان بيتكلم على ان خط الدفاع في معظم الفرق في الدوري فيها مشكله. تمام، هكلم حضرتك عن خط الدفاع وعلاقته، لان هم مش يعني مش بعاد عن بعض المركزين دول بالظبط، وحارس المرمى طبعًا. يعني ممكن يكون ان حارس المرمى بيأدي اداء جيد وكويس وكل حاجه، لكن ضعف خط الدفاع بيؤثر على حارس المرمى. طيب احنا نعمل ايه في الفتره القادمه دي، او يعالجوا المشكله دي ازاي، والحارس يتغلب على هذه المشكله ازاي، لان ده اكيد بيتطلب منه بذل جهد اكتر. بص حضرتك بالنسبه لخط الدفاع لازم يكون في تفاهم كبير جدا بين خط الدفاع وحارس المرمى. بمعنى اما بلعب مع خط دفاع مباريات كتير جدا او وقت طويل جدا، انا ببقى عارف ده هيتحرك ازاي، ده هيجي ازاي، ولازم خط الدفاع اللي قدامي السرد باكين مع اليمين والشمال لازم يسمع كلام حارس المرمى. يعني حارس المرمى لازم برضو يكون بيتكلم كويس، لازم يكون بيوجه كويس، بيوقف الناس كويس، ده مهم جدا. لان ممكن انا كلاعب كبير مثلا في سرد باك في اي فرقه، وانا شايف ان حارس المرمى بتاعي مش كويس مثلا، او
قليل او بتاع نعم. مش هسمع كلامه ده مهم جدا. فالمهم ان الحارس المرمى يتكلم مظبوط، يعني يوجه لعيبته مظبوط، يوجه يقول له اقف في الحته الفلانيه، اقف في الحته، تعالى كده امسك ده، خليك واقف هنا. ده مهم جدا، ولازم على طول يتكلم مع خط الدفاع. يعني حارس المرمى لازم على طول يتكلم مع خط الدفاع، ما ينفعش ان هو يفضل قاعد ساكت. انا بشوف حراس مرمى بيسيبوا خط الدفاع مثلا ما بيتكلمش معاه، ويتكلم مع الفيرود مثلا، هات جون، هات مش عارف ايه، العبها بالعرض. الكلام ده غير وارد. الوارد بالنسبه لحارس المرمى ان هو يتكلم مع خط الدفاع والوسط الملعب. احيانا بنلاقي حوار ما بين خط الدفاع وحارس المرمى، يعني كل واحد كويس. بيحاول بالظبط يبرر ان انا مش المسؤول، مش أنا. انت السبب بالزبط. ليه انت يا جماعه مش انت او هي في الاخر ده فريق، ده يعني لعبه جماعيه، انت وانا بالظبط. مش مهم بقى مين السبب يعني. طبعا احنا دلوقتي فرقه واحده، اللي غلط مش مشكله، معلش ونعوض ونعمل وبتاع، وفي الاوضه لينا اوضه نتكلم فيها صحيح. انما مش في وسط الناس ومع الناس وقدام التلفزيون والناس كلها بتتفرج علينا، المنظر هيبقى غير حضاري يعني. انما مهم جدا حارس مرمى يكون على وعي بتحرك الاربع باكات اللي معاه والاثنين ديفندر اللي بيحاولوا ينزلوا معاه يدافعوا. مهم جدا ان حارس المرمى امتى يبقى المشكله كمان حضرتك، ان لو حارس المرمى لازم يواجه كويس، ممكن يواجه كويس، انه ممكن واقف غلط، وقفته غلط تربك خط الدفاع معاه، ده مهم جدا. ممكن خط الدفاع هو اللي واقف غلط، يعني ممكن حارس المرمى اللي يكون هو فعلا اللي تعب خط الدفاع. طبعا ممكن يعني طبعا لا مهم جدا دفاع. طبعا يعني خط يعني ممكن الراجل الخط السرد باكيت بتاعته واقفه كويس جدا، هو واقف غلط يعني ممكن هو واقف غلط، دي مهمه جدا. لازم اكون انا كحارس مرمى لازم. هل مدرب حراس المرمى بيلعب دور ما بين طبعا. خط الدفاع وما بينه بيربط ما بينهم؟ طبعا طبعا في التدريب ما بيحصل تكتيك في التدريب. انا مثلا بقف جنب حارس المرمى جنبه في الجول واقول له لا خلي الباكات دي تطلع شويه، خليها ترجع شويه، خليه يضم شويه، خلي الباك ليفت يضم شويه، خليه يفتح شويه. كل ده لازم انا اعلمه حارس المرمى لو هو ما عندوش الادراك بكده، او حتى لو هو عنده ادراك انا عايزه يلعب باسلوبي انا. تمام. يعني باسلوبي انا لازم يعرف هو بيعمل ايه. فمهم جدا ان حارس المرمى يتكلم مع خط الدفاع ونص الملعب، ويركز هو حتى كمان في وقفته. وقفته مهمه جدا حارس المرمى، عشان لو وقفته مظبوطه القرار هيطلع مظبوط. صحيح. انما لو انا واقف غلط عمر القرار ما هيطلع صح. لا يمكن، هيحصل لخبطه بينه وبين حارس المرمى، بين خط الدفاع بتاعه. عشان كده بيحصل اللخبطه دي، وساعات كتير جدا خط الدفاع بيغلط مع حارس المرمى. عشان كده بنقول كتير جدا ان خط الدفاع وحش او سيء او كده، كل هي منظومه واحده، الدفاع وخط وحارس المرمى اسمه خط دفاع كله مع بعض. احيانا حارس المرمى بيقوم بدور الليبرو طبعا لازم يكون بيعرف يلعب لازم دلوقتي بيعرف يلعب. فانا شايف، وفي برضه حارس مرمى المقصه محمود حمدي، ده من حراس المرمى كويسه جدا. انا يعني ما اتكلمناش عليه، انما هو من حراس المرمى كويسه، وبرضه من النوعيات اللي هو بيركز كويس. الولد ده حارس مرمى جيد جدا، وانا عارفه كان معايا في منتخب الناشئين مع كابتن ربيع ياسين، فمن الحراس المرمى الجيده لو خد فرصه كتير ولعب كتير. اكيد. طيب سؤالي الاخير لحضرتك قبل ما نختم النهارده، هو خاص برضو بمباراه اتلتيكو مدريد النهارده مع النادي الاهلي واتلتيكو مدريد. هذا اللقاء هو لقاء يعني نقدر نقول الهدف الرئيسي منه، وكان الشعار الرئيسي منه هو السلام ضد الارهاب، خاصه بعد الاحداث الارهابيه الاخيره اللي بتحدث في مصر، وهو لقاء هدفه هدف سامي. نتمنى ان نشوف اللقاءات دي بتتكرر في الفتره القادمه. اتلتيكو مدريد هو بيحتل طبعا المركز الثاني حتى الان في الدوري الاسباني، بينافس برشلونه يعني من الفرق الكبرى. جه قبل كده في نادي الزمالك لو حضرتك تفتكروا، في مئويه نادي الزمالك لو رجعنا بيكم الزمن شويه. لكن يعني انا بعيدا طبعا عن هذه الاحتفاليه الكبرى وهذه المباراه الكبيره والحدث الكبير اللي كلنا تابعناه النهارده، لكن انا اللي فارق معايا يعني انا بصيت للموضوع ده في نقطه كده لفتت نظري. تم استدعاء عدد كبير جدا من اللاعبين، سواء اللاعبين العرب او حتى اللاعبين المصريين في الدوري المصري، اللاعبين المصريين المحترفين في الخارج. حسام غالي هيقاد الاهلي، اين حسام الحضري في حراسه المرمى حضرتك؟ يعني ما اعرفش ليه تعبيرك هذا السؤال، يمكن هو سؤال يعني ما اعرفش كان كنت تتوقعه شويه، لكن انا يعني انا بصيت لحاجات كتير فيها، بس النقطه دي لفتت نظري جدا. بالرغم الاستدعاءات الكبيره جدا لكل اللاعبين، لكن عصام الحضري بتاريخه ودوره الكبير مع النادي الاهلي اللي ما حدش يقدر يغفله ابدا،
ما لقيتوش في هذا اللقاء برغم انها مباراه خيريه وديه هدفها هدف سامي ما فيهاش اي حاجه ثانيه. ما اعرفش هي في حاجه يعني مش قادرين نعرف يعني هي الموضوع عارف. كله ان النادي الاهلي عنده مبادئ ماشي عليها، انا طبعا عارفها كويس لان اتربيت في النادي الاهلي. عصام الحضري عمل ان هو مشي من النادي الاهلي بطريقه يعني غير لائقه. النادي الاهلي ما بيحبش الحاجات دي يعني. النادي الاهلي اي حد بيغلط في النادي الاهلي او في رموز النادي الاهلي ملوش مكان في النادي الاهلي. ده انا عارف الكلام ده. كل الكلام ده النادي الاهلي وطبعا على راسه طبعا كابتن خطيب رئيس مجلس اداره، طبعا اتمنى له التوفيق ومبروك طبعا. اكيد. كان في المواقف اللي كانت بتحصل ديت كان عضو مجلس اداره. نعم. فالنادي الاهلي من اللي انا اوعاه يعني ان كابتن صالح سليم وكابتن حسن حمدي وكابتن خطيب كلهم بيفكروا فكر واحد. تمام. كلهم ماشيين على خطه واحده، اهم حاجه عندهم مبادئ واخلاق النادي الاهلي. عارفين ان لاعب النادي الاهلي ما يقدرش يخرج عن النص، ما ينفعش يخرج عن النص. اي مشكله بتحصل لازم تكون في الاوضه ما حدش يعرفها، وده نجاح وسر نجاح النادي الاهلي. ان المشاكل او اللي بتحصل ما حدش بيعرفها غير في الاوضه بس، ده مهم جدا. انما موقف عصام الحضري ليه وجهه نظر تانية خالص، لان برضو في ناس كتير جدا عاوزه عصام الحضري كان يختم حياته في النادي الاهلي. هو رغبه اللاعب نفسه، هو مش رغبته ناس كتير كمان. ده رغبه اللاعب كمان بالظبط. خاصه ده احنا شفنا لقاءات كتير عقب امم افريقيا، ويعني كان طلب صريح حتى من اسرته. صحيح. انما انا يعني انا اقدر اقول لحضرتك انا 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 متفهم الوضع يعني، ان انا ابني من ابناء النادي الاهلي وعارف. عشان كده سالتك. ممكن اسال السؤال ده لاي زميل اعلامي او صحفي، بس لا انا حبيت اسال حضرتك اكتر السؤال ده باعتبار حضرتك يعني كابن من ابناء النادي الاهلي وعارف اكتر ايه اللي ممكن يحصل. انا شايف ان مش هتحصل يعني. مش هتحصل. مش هتحصل، لان النادي الاهلي ماشي على مبادئ واحنا كلنا بنحترم الامانه يعني. معلش يعني عصام الحضري قيمه كبيره وكل حاجه، انما في حاجات حصلت مش عصام الحضري بس، ده في ناس برضو على الساحه دلوقتي. هل تاريخه وخبرته وانجازاته ما تغفرلوش؟ مش مع النادي الاهلي. شكرا. شكرا. يعني كابتن ايهاب شرفتنا نورتنا. يعني انا كنت فعلا سعيده بلقائي مع حضرتك حلقة. يعني افدتني انا شخصيا في حاجات كتير قوي، وببقى سعيده لما يكون معايا ضيف كريم. انا بخرج من الحلقه في قيمه او في اضافه يعني ليا، واتمنى كمان يكون الساده المشاهدين يا رب اتنقلت لهم هذه الصوره، ونكون اضفنا لحضراتكم بعد الفتره اللي احنا قضيناها معاكم واستفدتوا مننا، وكل حاجه انتوا كنتوا عايزين تعرفوها احنا اضفناها ليكم. هل في اي حاجه تانية كابتن ايهاب حضرتك تحب تضيفها لينا، حضرتك تحب تقولها مع نهايه عام 2017 واستقبال 2018؟ طبعا انا كنت سعيد جدا مع حضرتك واتشرفت بيكي طبعا، وده مش اول مره طبعا، قعدنا وقعد كتير. كنت سعيد جدا، وكل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وانت حضرتك طيبه، والقائمين كلها على النايل سبورت يعني طبعا بشكرهم جدا، وكل سنه وهم طيبين، والشعب المصري. واتمنى يا رب يكون السنه الجديده سنه مليانه سعاده وفرح للشعب المصري والامه العربيه كلها. وطبعا بنوجه طبعا تحيه للاخوه الاقباط، كل سنه وهم طيبين طبعا، ونتمنى عيد سعيد عليهم كلهم وعلينا كلنا طبعا بالسنه الجديده. واتمنى طبعا السنه الجديده بدون ارهاب وبدون يا رب مشاكل وكده. اكيد ان شاء الله. وطبعا الله يرحم الشهداء ويرحم موتانا وموتى المسلمين كلهم ومصر كلها طبعا. نتمنى كل الخير والتوفيق للشعب المصري كله. اكيد. بشكر حضرتك مره ثانيه، وكنت ضيف كريم معانا في عظيم ملعب. بحب اختم انا دايما بكريزه الرياضه المصريه والفاكهه. قلت الخبر هقوله تاني، مش هنقدر نختم ابدا من غير ما اقول لكم خبر النهارده
واحراز محمد صلاح لهدفين في مباراه فريق ليفربول مع ليستر سيتي، فاز 2-1. الهدفين احرزهم نجم مصر الفرعوني المصري المتالق كابتن محمد صلاح، رفع رصيده ل 17 هدف في منافسه مع زميله هاري كين لاعب توتنهام الانجليزي. يلا يا كابتن محمد، مزيد من التالق في الفتره القادمه، ودايما بنحب نحلي باخبارنا بالخبر نجمنا الجميل كابتن محمد صلاح. يا رب كانت حلقه خفيفه على حضراتكم، استفدتوا معانا واستمتعتوا معانا باللي قدمناه لحضراتكم. كل يوم هيكون معاكم فريق عمل جديد وحلقه جديده واصداء الملاعب. لا املك في نهايه هذه الحلقه سوى توجيه الشكر لفريق عمل وزملائي، زميلي في الاخراج المخرج المبدع كابتن ايهاب المسلمي، وشريف حسين، وزميلتي سامي عبد الجواد، وشريف صبري، وفي التنسيق زميل اسماعيل امام، وايضا الزميل عبده سالم، ومعد هذه الحلقه الزميل عليان حسن. ولكم ارق تحياتي امام مصطفى، كل سنه.